بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا رد على الذين يعبدون من دون الله ويدعون غير الله ويقولون نرجو منهم الشفاعة يشفعون لنا. قال الشيخ رحمه الله: على حديث من سمع النداء، من سمع المؤذن قال مثل ما يقول، ثم قال اللهم صل على محمد، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عفو اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا الحديث يبين أن الشفاعة لأهل التوحيد، لأن الذي يجيب المؤذن يأتي بالتوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة فتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لأهل التوحيد وليست لأهل الشرك الذين يدعون غير الله ويتقربون إلى الأموات والأضرحة، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعي وليس فيهم شفاعة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك. نعم، لأنها مرتبة على التوحيد. من يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول معتقدا ذلك في قلبه عاملا به، فهذا موحد، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذن الله. وقد تقدم لنا أن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني تكون الشفاعة في أهل التوحيد الذين يرضى الله قولهم وعملهم. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يرضى إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى عن أهل الشرك، ولا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به لا بشفاعة ولا بغيرها. نعم. وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كذلك، يعني مرتبة على شيئين: الشيء الأول متابعة المؤذن، والشيء الثاني الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. نعم. كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم
أسأل الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. نعم. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا أيضا في بيان أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلم يكتفي بقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يقولها خالصا من قلبه، معتقدا لمعناها وعاملا بمقتضاها. فليس المراد مجرد اللفظ يأتي بلا إله إلا الله، لكنه يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بالأموات. هذا ليست خالصة من قلبه، بل هي مجرد لفظ لا ينفع قائله يوم القيامة. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا. من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، نعم، خالصا من قلبه. نعم. لأن التوحيد جماع الدين. نعم، الدين كله مبني على التوحيد، فدين ليس فيه توحيد دين باطل من أساسه. ولو أتعب صاحبه الليل والنهار فهو دين باطل. الله جل وعلا قال: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الذي ليس عنده دين خالص ويدعو غير الله ويقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى كاذب، هذا كاذب وكفار أيضا، كاذب كفار، كاذب على الله كفار بتوحيده سبحانه وتعالى. فمن أين تكون له الشفاعة؟ نعم. لأن التوحيد جماع الدين. نعم. والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا بنص الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، فإنه لا يغفر، وإنما الذي يغفر له الموحد الذي عنده ذنوب دون الشرك، فإن شاء الله غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بهذا القيد: إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة بعد التعذيب. نعم. فهو سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا شرط. نعم. فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حداً هذا يدل على الإذن، إنه ما يشفع في كل أحد، وإنما يشفع فيما يحده الله له. فهذا دليل على أنه لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حداً فيدخلهم الجنة. نعم. وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. نعم. يقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحد له حدا يشفع فيهم لما في قلوبهم من التوحيد والإيمان. وإلا لو لم يكن عندهم توحيد ولا إيمان
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم ولا تقبل شفاعته فيهم. نعم. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. نعم، كما ذكرنا أنه تحل الشفاعة في هذا الحديث بأمرين: الأمر الأول أن يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني التوحيد، وهو متابعة المؤذن في كلمات التوحيد. نعم. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ انتقل الآن إلى السؤال بالحق والجاه، حق فلان أو بجاه فلان. يقول: مبني على أمر، أمر الأول هل للمخلوق حق على الله جل وعلا؟ الأمر الثاني إذا كان للمخلوق حق على الله فهل يشرع لنا أن نسأل بحق المخلوق على الله؟ لا بد من تحقق هذين الأمرين، أن يثبت أن للمخلوق حقا على الله، وأن يشرع لنا أن نسأل الله بذلك. نعم. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأله بالجاه والحرمة؟ نعم. أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق. المسألة فيها ثلاثة أقوال: هل للمخلوق حق على الله؟ ثلاثة أقوال. قول الأول قول المعتزلة ومن ذهب مذهبهم في أنه يجب للمخلوق حق على الخالق بالعقل عندهم، بالعقل يوجبون على الله حقا بالعقل كما هي عادتهم في التعنت والمكابرة، فيفرضون على الله حقا لعباده. القول الثاني أنه لا حق للمخلوق مطلقا، وهذا قول جهم والأشاعرة أنه لا حق للمخلوق مطلقا على الخالق، ولكن الله أخبر أنه يغفر للمذنب، فيقع هذا بموجب خبر الله الذي لا يتخلف، لا لأن للمخلوق حقا على الخالق. القول الثالث وهو الصحيح أن للمخلوق حقا على الخالق، لكن الله هو الذي تفضل به دون أن يوجبه عليه غير الله جل وعلا، فهو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فلا يقال للمخلوق حق على الخالق مطلقا، ولا يقال ليس له حق مطلقا، وإنما يقال للمخلوق حق على الخالق أوجبه الله على نفسه ووعد به، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، لا أن أحدا أوجب على الله شيئا كما تقوله المعتزلة. فهذا هو القول الحق، ويدل له حديث معاذ الآتي. نعم. أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. نعم. وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. نعم. ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال مطلقة. لا حق للمخلوق على الخالق مطلقة. نعم. لكن يعلم ما يفعله بحكم يعني لكن
لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. أو يعلم لا بس نعم أو يعلم نعم، لكن الله أخبر أنه يعطي المخلوق ويغفر له وهو لا يخلف وعده وخبره لا يتخلف، لا أن هذا حقا عليه، وإنما يفعله بموجب الخبر والوعد الذي وعد به. وهذا عند الأشاعرة والجهمية الذين ينفون الأسباب أن تكون أسبابا، ينفون الأسباب. نعم. كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. الجهم ابن صفوان، والأشعري هو أبو الحسن الأشعري، ومن يتبعه ممن ينتسب إلى السنة، ممن ينتسب إلى السنة. أما الجهم فإنه لا ينتسب إلى السنة وهو عدو السنة. نعم. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه، هذا القول الثالث وهذا هو الصحيح. نعم. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة. نعم، فهو أوجب على نفسه، لا أن أحدا أوجب عليه شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو الذي كتب على نفسه سبحانه وتعالى، وكان وعدا وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها وعد الله حقا، وعد الله حقا. فهذا ثابت بالقرآن، لكنه هو الذي تفضل به، هو الذي كتبه على نفسه ووعد به، لا كما تقوله المعتزلة أنه شيء واجب على الله جل وعلا، وإنما هو تفضل من الله. نعم. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه. أوجب لعباده حقا على نفسه كما حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله منزه عن الظلم، والظلم أن يعذب أحدا بغير جريمة وبغير ذنب، هذا لا يكون من الله سبحانه وتعالى، أن يعذب أحدا من غير ذنب من غير سبب. نعم. بل هو وكذلك لا ينقص من حسنات أحد، لا ينقص من حسنات أحد، بل يضاعفها فضلا منه سبحانه وتعالى، فالأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. نعم. وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه. نعم. لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، ولا يقاس الرب بمخلوقاته سبحانه، من أن الإنسان يوجب على الإنسان حقا له عليه، ما أحد يوجب، المخلوق يوجب على المخلوق، لكن المخلوق لا يوجب على الخالق، لأن هناك فروقا سيذكرها بين الخالق والمخلوق، فلا يقاس الله جل وعلا بخلقه. نعم. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة، بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة، فهو شيء كتبه الله وعدلا منه سبحانه وفضلا منه وحكمة منه. نعم. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله
كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. نعم. كما في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. نعم، حديث أبي ذر المشهور، حديث العظيم القدسي، ومنه هذه الجملة، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. نعم. وقال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا شيء أوجبه سبحانه على نفسه فضلا منه وإحسانا منه سبحانه ورحمة بعباده. نعم. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وفي الصحيح: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فرتب الانتقام على الإجرام، شوف على الأعمال، رتب الانتقام على الإجرام ورتب النصر على الإيمان. كان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن هذا هو الذي خلقهم الله من أجله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حق الله على عباده، وهو أول الحقوق، هو أول الحقوق على الإطلاق، وأوجب الواجبات، وأعظم ما أمر الله به. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، وهو أول الحقوق وأوجب الواجبات، أن يعبدوه. ولم يقتصر على قوله أن يعبدوه، بل قال: ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، الشرك يبطلها. ولو عبد الله الليل والنهار لكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فعبادته هباء منثور، لا تنفعه شيئا. حتى يخلصها من الشرك، حتى يخلصها من الشرك الأكبر والأصغر، والشرك يحبط العمل ويبطله. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على عباده، وهو حق واجب وفرض. وحق العباد على الله، وهذا حق تفضل الله به وليس واجبا عليه سبحانه، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا من باب الوعد الكريم من الله جل وعلا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا راجع إلى مشيئة الله، كما في الحديث، كما في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو راجع إلى مشيئته، فقد يعذبه وقد لا يعذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في العذاب،
فليخرجه ويدخله الجنة بالتوحيد الذي معه، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حديث مطلق يقيد بالنصوص الأخرى أن هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: هل أخبر الناس يا رسول الله أو هل أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا فيه دليل على أن بعض أنواع العلم لا تنشر في الناس، وإنما يطلع عليها العلماء فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أطلع معاذا رضي الله عنه على هذا، ونهاه أن يخبر به الناس مخافة أن يتكلوا على هذا فيتركوا الأعمال ويتساهلوا في الذنوب والسيئات، ويقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، وما عدا الشرك فهو لا يضرنا، فيكون يترتب على هذا مفسدة راجحة. فلهذا يكتم العلم لمصلحة راجحة، ولا يعطى مثل هذا إلا لأهل العلم، سر لا يعطى إلا للعلماء ولا يعطى للعوام. فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، فيكون مستثنى من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذا مخصص بمثل هذه الحالة، كتمان العلم لأجل المصلحة. نعم. يا معاذ، تدري ما حق والشاهد العلم؟ والشاهد منه حق العباد على الله ألا يعذب، هذا محل الشاهد، أدل على أن للعباد حقا على الله، لكن هذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. يا معاذ، تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ هذا فيه رد على الجهمية وعلى الأشاعرة. نعم. قال: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم فإنه يمسك عن الجواب ولا يتخرص، بل يقول: الله ورسوله أعلم. نعم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره. نعم، مع إخباره بذلك. نعم. وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. هذا قول جهم والأشاعرة، قول مردود. نعم. فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق. فإذا قيل ليس للمخلوق حق على الخالق، فإن أريد به ليس للمخلوق حق على الخالق بدون أن الله جل وعلا هو الذي أوجبه على نفسه، فهذا نفي صحيح. وإن أريد أنه ليس للمخلوق حق على الخالق مطلقا فهذا باطل، لأن الله أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، يعني أي حق لم أوجبه على نفسي ولم أكتبه على نفسي. نعم. فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه. نعم، ليس للمخلوق حق على الخالق كما يكون للعباد حقوق على بعضهم للبعض الآخر. نعم.
فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق. العباد عليهم حقوق، حق للوالدين وحق واجب، حق للوالدين وحق لذوي القربى وحق لليتامى والمساكين وحق للجار وحق لابن السبيل وحق لملك اليمين كما في الآية. نعم. فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه. نعم. كما يجب للمخلوق على المخلوق. نعم. وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم. نعم، فهم يعجبون بعبادتهم ويدلون بها على الله سبحانه وتعالى. والعبادة أول شيء، ما الذي يدلنا على أنها قبلت؟ تكون ما قبلت عند الله لمانع من الموانع. الشيء الثاني، لو قبلت العبادة وصحت العبادة فهي لا تعادل النعم التي لله عليك. فلو أن الله عذبك لعذبك وأنت مستحق للتعذيب. لماذا؟ لأنك لم تقم بحق الله الكامل عليك، بل عندك نقص كثير، عندك نقص كثير، فعملك لا يعادل أدنى نعمة من نعم الله عليك. لكن الله جل وعلا يتفضل على أهل الصلاح، يتفضل عليهم فيغفر لهم ويكرمهم فضلا منهم وإحسانا، لأنهم استحقوا هذا على الله كالأجير الذي يعمل بالأجرة. لا، جهال العباد من الصوفية وغيرهم يرون هذا، يرون أن العباد يستحقون على الله الجزاء بعبادتهم، وهذا فيه تقول على الله جل وعلا. أولاً، ما الذي يدريك أن عبادتك صحيحة وأنها قبلت ولا يكون فيها شيء من المبطلات؟ أنت تزكي نفسك، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ثانياً، لو قبلت فهي لا تعادل أقل نعمة من نعم الله عليك، بل العبادة نفسها نعمة عليك، الله هو الذي وفقك لها وهداك لها، فهي فضل من الله عليك، فكيف تدل بها على الله وتزعم أنك تستحق على الله بهذه العبادة التي أديتها؟ نعم. فالإنسان لا يغتر بعمله ولا يعجب بعمله، ولكنه يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله ويخاف من عقاب الله. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم، وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك، ويقول فيقيس الخالق على المخلوق، لأن المخلوق إذا عمل شيئا للمخلوق الآخر فإنه يستحق عليه المجازات والأجرة. هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه لا يقاس بخلقه، ولو عملت ما عملت من الأعمال فإن نعمة الله عليك أكثر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو حاسبك الله على نعمه لما بقي لك شيء، بل تستحق العذاب بتقصيرك وعدم شكرك. وهذا يأتي في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم أو أوثق لهم من أعمالهم. نعم. ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك، ويقول يعني من بعضهم البعض. نعم. ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه،
وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. هذا تجده بين الناس، إذا لم يعطه أجرته أو لم يعطه مقابل عمله خدمته فإنه يتمنن عليه ويقول أنا عملت كذا وعملت كذا ولم تعطني ولم، هذا الشيء في النفوس، ولو لم يتكلم فهو في نفسه يجد في نفسه. نعم. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. إيه نعم، لأنه قاس المخلوق أو قاس الخالق على المخلوق. نعم. فكما يجب للعباد حقوق على بعضهم فهو يوجب على الخالق جل وعلا من باب القياس، وهذا باطل، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. نعم. ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق. الإنسان لا يعمل لله، الله غني عن عملك وعن طاعتك، غني عنك، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. وإنما عملك الصالح لك وعملك السيء عليك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلا يظلم أهل العمل الصالح ولا يظلم أهل العمل السيء، بل يجازيهم بأعمالهم. فهو غني عن طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هذا راجع إليهم. فلا تظن أن الله حين أمر العباد بطاعته وعبادته أن الله محتاج إلى هذا، وإنما هم المحتاجون إلى ذلك، وإلا فالله غني عنهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فالأعمال لأصحابها خيرا أو شرا، والله جل وعلا لا تنفعه الأعمال ولا تضره المعاصي. نعم. ولهذا بيّن سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نعم. وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا كثير في القرآن، أن عمل الإنسان له نفعه أو ضرره، وأما الله جل وعلا فإنه لا ينتفع بعمله ولا يتضرر بمعصيته لأنه غني عن عباده. نعم. وقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. وقوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. من شكر الله جل وعلا فإنما يشكر لنفسه، ثواب ذلك له، ومن كفر فإن الله غني حميد، لا يضره كفر الكافر. نعم. والجاحد. نعم. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. وقال تعالى عن موسى. نعم. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى لئن شكرتم، وقال رب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. نعم. وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر،
إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، ولو تسارعوا إلى الكفر وتسابقوا إليه فإنهم لن يضروا إلا أنفسهم، وأما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر بذلك، فملكه تام سبحانه وتعالى وغناه تام بدون أعمال العباد. نعم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس حق أن يحجوا بيته كل سنة بالنسبة لعموم المسلمين، فحج البيت كل سنة فرض كفاية، لا يترك الحج في بعض السنين من غير عذر شرعي، لا بد أن يحج البيت فرض كفاية. أما الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام فهذا على المستطيع، أن استطاع إليه سبيلا، هذا على المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. الشاهد في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عن جميع العالم، كفرهم لا يضر الله، لو كفر الناس جميعا وجميع العالم لم يضر الله شيئا، ولو شكروه كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل، أنه هو المان بالعمل على عباده، لا أنهم هم الذين يمنون على الله بأعماله، بل الله يمن عليكم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن على من يشاء من عباده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فهو منة من الله جل وعلا عليكم، تفضل منه سبحانه وتعالى، يجب أن يشكر على ذلك، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم. قد بين سبحانه أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الأعراب لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأساءوا الأدب معه ونادوهم وراء الحجرات وقالوا: إنا جئنا وآمنا بك، وإنا يعددون تفضلاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله رد عليهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أهل الجنة يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. نعم. فالمنة لله على عباده. نعم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى:
واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلاً من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الشاهد في قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفضل من الله جل وعلا. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلاً من الله ونعمة، فضلاً من الله ونعمة، هذا الذي حصلتم عليه من الإيمان وكراهية الكفر، محبة الإيمان وكراهية الكفر، هو تفضل من الله جل وعلا ونعمة منه عليكم، والله عليم يعلم من يصلح، يعلم من يصلح لذلك لمنه وكرمه سبحانه، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يستحق الهداية ويضل من لا يستحق الهداية. نعم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. هذا رد على الذين يقيسون الخالق على المخلوق فيوجبون على الله حقا لعباده كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا باطل، وبيانه من وجوه ذكرها الشيخ رحمه الله، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول أسألك يا الله بفضل هذه الليلة، فما حكم هذا القول؟ نعم، بعض الناس يقول أسألك يا الله بفضل هذه الليلة، فما هذا توسل إلى الله بالمخلوق، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الشباب يقول لصديقه أتوسل إليك بحق صحبتي، فما حكم هذا القول إذا كان يقوله لصاحبه؟ هذا بينهم، بين الناس، هذا بين الناس، ما في شيء، إنما الممنوع بين العبد وبين ربه. نعم، أن يقول أسألك بحق كذا، أما الناس فيما بينهم هذا فيه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سئلت عن مسألة فأيهما صح، أن أقول الله أعلم أم الله ورسوله أعلم إذا كنت لا أعرفها؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإقسام على الله فيه اعتقاد من العبد على أن له عند الله حقا وهو أن يجيبه، فهل هذا داخل تحت النهي من أن العبد يدلي بعمله على ربه؟ هذا من باب حسن الظن بالله، ما هو من باب الإدلاء بحق العبد على الله، وإنما هو من باب حسن الظن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ما معنى الشرك في هذه الآية؟ هل هو الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر؟
يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لكن يتفاوت. الشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر من وجوه، وإلا يعم لفظ عام فهو ظلم، نوع من الظلم. الشرك الأصغر نوع من الظلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في حديث معاذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلتم إن هذا مقيد بالمشيئة، فما معنى هذا التقييد؟ نعم، ليس على إطلاقه أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قد يعذبه بذنوبه، قد يعذبه بذنوبه بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة لورود الأحاديث في ذلك والآيات المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث مطلق والآية مقيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والأدلة يرد بعضها إلى بعض ويجمع بينها، ولا يؤخذ طرف ويترك الطرف الآخر، وهذا يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى بصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دعا الله سبحانه وتعالى ثم قال في آخر دعائه اللهم تقبل دعائي هذا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، السؤال بالجاه لا يجوز أبدا، ولم يرد به دليل. وإن كان الأنبياء لهم جاه عند الله، لكن لم يشرع لنا السؤال بجاههم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من المصلحة عدم ذكر بعض المسائل الخلافية بين العلماء؟ نعم. يقول هل من المصلحة عدم ذكر بعض المسائل الخلافية بين العلماء عند عامة الناس، كمسألة اختلاف العلماء في وجوب صلاة الجماعة أو غيرها من المسائل؟ نعم، ذكر الخلاف بين العلماء من باب البحث بين العلماء وطلبة العلم لا بأس به، لأجل التوصل إلى الحق. أما ذكره للعوام هذا ما يجوز، لأنه يعني يصبح مما يحيرهم أو يضعف الأمر عندهم ويلخبط عليهم أمرهم، فلا يجوز ذكر الخلاف عند العوام، خصوصاً في الإذاعة والتلفاز الذي ينتشر على الناس لا يذكر الخلاف، إنما المسؤول يجيب بالذي يراه هو الصحيح أو هو الراجح ويترك الخلاف، لأن هذا يشوش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كيف نجمع بينه وبين النهي عن دعاء الصفة؟ هذا ما هو دعاء للصفة يا أخي، هذا توسل بالصفة، هذا توسل بالصفة، مثل أسأله بأسمائه وصفاته، بأسمائه، هذا توسل بالأسماء والصفات، الرحمة من صفاته سبحانه، هو توسل بالصفة وليس دعاء لها. ما قال يا رحمة الله، ما قال يا رحمة الله يكون دعاء للصفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هل يعتبر من الشرك الأكبر؟ لا يطلب من الميت شيء، لا الرسول ولا غيره، لا يطلب من الميت شيء، لأن الميت ميت انقطع عمله، لكن يدعى له ويطلب له من الله المغفرة والرحمة ويتصدق عنه، هو الذي بحاجة. أما أنه يطلب من الميت شيء هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قاس المخلوق على الخالق هل يكفر بذلك القياس؟ إذا كان عالما بذلك هو يكفر، أما إذا كان جاهلا فيبين له أن هذا أمر باطل ولا يجوز، فإن أصر ولم يمتثل يحكم عليه بالكفر، لأنه سوى بين الله، سوى بين الله وخلقه، تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل أنا داخل على الله ثم على والديك، فهل في هذا القول شيء سواء كان الوالدين أحياء أو أموات؟ ما يقال هذا إلا عند الحاضر،
إذا كان والداه حاضرين لا بأس، أما إن كان ميتين أو غائبين فلا، لا يقال هذا إلا لمن هو حي حاضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من اغتاب رجلا ثم ندم وجاء ليتحلل منه فرفض إلا أن يعطيه مبلغا من المال، فهل يلزمه دفع ذلك المبلغ؟ إن أراد أنه يسامحه نعم يعطيه، إن أراد أنه يسامحه يعطيه من المال، والمال أخف من العذاب يوم القيامة ومن القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح هذا الأثر والذي فيه أن هناك ملك ساجد لله، أن هناك ملكا ساجدا لله منذ أن خلقه الله، فإذا رفع رأسه يوم البعث قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وذلك إذا رأى الله سبحانه، هل هذا أثر صحيح؟ والله لا أعرف هذا، لكن الملائكة مع شدة كثرة عبادتهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه أسئلة عديدة تسأل، تقول: عن واجب طالب العلم فيما هو معروض في معرض الكتاب الحالي من كتب الكفر والزندقة والإلحاد، ما هو واجبنا حيال ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنتم تستطيعون أنكم تكتبون الملاحظات وتسجلون الكتب الإلحادية وترفعونها للمسؤولين، تستطيعون هذا، هو واجب عليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قول القائل: أسألك بحق كلمات القرآن أو بحق القرآن؟ القرآن من صفات الله لأنه كلام الله عز وجل، لكن لا تقول بحق، لا أسألك بالقرآن بكلام الله عز وجل، توسل إلى الله. نعم. يقول فضيلة يعني الشيخ بالنسبة لله، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أما إذا قلت للمخلوق أسألك بكلام الله هذا يمين، هذا يعتبر يمين ما هو توسل، هذا يعتبر حلف، حلفت عليه بصفة من صفات الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قال في سجنه: اللهم إني أسألك بإيمان أمي أن أخرج من هذا السجن. بإيمان أمه؟ نعم. هل عرفتم أنه ما يجوز للإنسان أن يسأل الله بعمل غيره؟ ما يسأل الله بعمل غيره أو صلاح غيره، إنما تسأل الله بصلاحك وبأعمالك، تتوسل إليه بأعمالك لا بأعمال غيرك، لأنه ليس لك فيها جهد ولا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق: لا تقولوا مسيحيين بل قولوا نصارى. نعم. نعم، هذا الذي في القرآن. نعم، المسيحيين معناهم أنهم يتبعون المسيح الآن، وهم ليسوا أتباعاً للمسيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم به، لم يكونوا أتباعاً للمسيح، وإن انتسبوا فهم كفار. نعم، لأنهم كفروا بالمسيح، كفروا بجميع الرسل، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بجميع الرسل، فليسوا مسيحيين. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، فهل يقال هؤلاء مسيحيون؟ قال: هؤلاء كفار، كفار النصارى، هؤلاء كفار النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم كفار النصارى. نعم، حتى كلمة نصارى سبيرة عليهم، يقال كفار النصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تايلند يقول: هل يجوز أن أعطي غير المسلمين القرآن المترجم للدعوة للإسلام لوجود المعجزات والدلائل في هذا القرآن؟ القرآن لا يمكن أن يترجم لفظه، وإنما يترجم معناه، ولذلك يقال ترجمت معاني القرآن الكريم، أي ترجمت التفسير، الترجمة إنما هي للتفسير،
يأتي المترجم بتفسير معتمد كتفسير ابن كثير أو غيره من التفاسير المعتمدة فيترجمها، ترجم كلام المخلوق الذي هو المفسر. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا يمكن ترجمته لأنه معجز، ولا يمكن أنك تأتي بألفاظ تقابل ألفاظه المعجزة أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل. ولا لا مانع أنك تعطي الكفار تفسير معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن، لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول: هل مسائل العقيدة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ وهل يعذر من وقع في الشرك الأكبر عن جهل؟ بلا شك أن العقيدة مما علم من عقيدة التوحيد مما علم من الدين بالضرورة، ولا يعذر من جهلها وقد بلغه القرآن وهو عربي، بلغه القرآن وهو عربي. أما إذا كان أعجمياً فلا بد أن يترجم له معناه حتى يفهمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن الأذان لما فيه من ألفاظ التوحيد أن له تأثير، على الكفار، حيث أنهم إذا سمعوا الأذان فإنه يؤثر عليهم بناء على أنهم مفطورين على التوحيد؟ قد يكون يؤثر عليهم فيهديهم الله. نعم. لكن منهم من يسخر من الأذان: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم. لكن منهم، قد يكون منهم من يتأثر بألفاظ الأذان فيرق قلبه، أو إذا سمع القرآن أيضا تأثر ورق قلبه فأسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من الشرك بالله اتباع الهوى وطاعة الشيطان وطاعة النفس؟ نعم. هو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، فهو اتخذ هواه إلها يمتثل أوامره ويجتنب ما ينهاه عنه. فإذا اتبع الهوى في كل شيء وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فلا شك في كفر هذا. أما إذا تبع الهوى في بعض الأمور أو في بعض الأشياء فهذا عاصٍ لله عز وجل، لكن لا يعتبر كافراً، لأن قل منا من يسلم، أو الله أعلم ما أحد يسلم من اتباع شيء من الهوى، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف نوجه هذا الحديث؟ اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا حديث الأعمى أتوسل بدعاء، لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن الرسول يدعو الله أن يرد عليه بصره. هذا الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فقال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يعني أتوسل بدعائه. أما حديث العتبي الذي جاء إلى الرسول في قبره وتوسل به، هذا باطل، هذا حديث باطل ليس له سند، بل هو حديث باطل لا يثبت، وهو حكاية باطلة. نعم. ما نقول حديث، نقول حكاية باطلة وقصة باطلة من أصلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يفعله بعض الناس إذا أخطأ عليه إنسان قال له: يلزمك حق، فيطعمهم طعاماً، هل يباح ذلك؟ وهل يؤكل من هذا الطعام إذا كان قد قدمه بطيبة نفس؟ تقول إنه ملزمه، إذا ألزمه ما يجوز، ما يحل. أما إذا قدمه بطيبة نفس فلا مانع من ذلك من غير إلزام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار، فهل هناك نوع ثالث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على ذلك فهو صحابي، سواء من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم، فالضابط هو هذا،
هذا تعريف الصحابي عند العلماء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، لكن نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح، ينضحها بالماء. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريبة توفيت في الأسبوع الماضي على إثر مرض عانت منه، وعليها حوالي 9 أيام من رمضان، وقد قضت منها 4 أيام وبقي 5 لم تستطع القضاء لعدم قدرتها، فما الواجب على ورثتها؟ إذا كان من رمضان القريب وماتت ولم تقضيها فليس عليها شيء، لأن الوقت موسع للقضاء، وماتت قبل أن تتمكن فليس عليها شيء. أما إن كان من رمضان الماضي قبل رمضان هذا، فمن أراد أن يصوم عنها من باب إبراء ذمتها هذا شيء طيب، أو يطعم عنها عن كل يوم مسكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النجاسة إذا أصابت البدن هل يجب غسلها على الفور؟ وما الحكم لو علم بها ثم لم يغسلها فورا بل صلى وهي عليه ناسيا، هل يعيد الصلاة؟ نعم، إذا علم بالنجاسة فينبغي أن يبادر بغسلها لئلا ينساها، كما ذكرت أن يبادر بغسلها لئلا ينساها. لكن لو تركها ونسي وصلى فصلاته صحيحة، لكن يغسلها للمستقبل ولا يتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد حجت في العام الماضي وجاءها الحيض، ففعلت كل ما يفعل الحاج إلا الطواف. نعم. تقول حجت في العام الماضي وجاءها الحيض، ففعلت كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، وجلست 8 أيام ولم ينقطع الدم، ولكن قد تغير لونه عن دم الحيض المعروف في اليوم الثاني، علما أن عادتها 7 أيام، فاغتسلت ثم طافت بعد اليوم 7، فما حكم فعلها؟ إذا طافت قبل أن ينقطع الدم فطوافها غير صحيح، والعادة يمكن تزيد تنقص، يمكن العادة تزيد تنقص، فطوافها غير صحيح، عليها أن تبادر بالذهاب إلى مكة وتطوف للإفاضة، إن كانوا طواف الإفاضة، أما إن كانوا طواف الوداع فالوداع يسقط عن الحائض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان حصل عليها جماع وهو طواف إفاضة فعليها مع الرجوع والطواف عليها أن تذبح فدية شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه صيام 2 متتابعين هل ينقطع صيامه أو هل يقطع صيامه إذا وافق أيام التشريق أو سافر للحج؟ لا، ما ينقطع إذا أفطر لعذر، إذا أفطر لعذر كالسفر والمرض فلا ينقطع، أو أفطر إفطاراً واجباً كأيام العيد وأيام التشريق هذا لا يقطع تتابع، أو قطعه بصيام واجب كصيام رمضان، تخلل صيام رمضان وصام رمضان هذا لا يقطع التتابع، فالتتابع لا يقطعه صيام واجب ولا فطر واجب ولا عذر من أعذار الإفطار التي أباح الله الإفطار فيها كالمرض والسفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك نوع من أنواع التوسل يسمى التوسل إلى الله بذكر الحال؟ نعم، إظهار الفقر، قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله بحاله وما أصابه من المرض، فيتوسل الإنسان إلى الله بحاله وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أعمل موظف استقبال في مكتب للاستفسارات النفسية، ويباع في هذا المكتب كتب فلسفية، وأقوم باستقبال الطلبات وبيع هذه الكتب الفلسفية، فهل عملي مباح؟ ما أدري عن هذه الكتب، لازم تفحص ويشاف هل هي سليمة أو ما هي سليمة.
أما أنك تبيع كتب كذا بدون فحص وبدون تقرير من العلماء لا تبيعها. نعم، قد يكون فيها خرافات، قد يكون فيها شيء من المحرمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد المغرب يقول: يوجد عندنا في المساجد جهاز تلفاز ودش في المساجد الكبار. نعم. يقول: عندنا في المغرب في المساجد الكبار يوضع جهاز تلفاز ودش، وذلك ليتمكن الناس من متابعة برامج التوجيه الديني عبر قناة القرآن الكريم، وتسمى قناة محمد السادس للقرآن، ويبث في هذه القناة الابتهالات والبرامج الوثائقية وتظهر فيها النساء. سؤاله: ما حكم صلاتنا في هذه المساجد التي فيها هذه الأجهزة؟ روحوا للمساجد الأخرى اسلموا منها، وسعها الله، روحوا المساجد خالية من هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من ليبيا يقول: يوجد في بعض الشهور اختلاف في التاريخ الهجري مع الدول الأخرى مثل السعودية، كيف نصوم الأيام البيض 13 و14 و15؟ الأمر واسع في هذا، الأيام البيض واضحة، ما هي اللي يصبح فيها القمر، اللي يصبح فيها القمر هي أيام البيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي زميل في العمل يقوم بالتدخين، فهل كلما رأيته يدخن أنكر عليه ذلك أم يكفي إنكار واحد؟ ما دام أنه لا يقبل النصيحة فالأحسن تنتقل إلى مكتب آخر، تنتقل إلى مكتب آخر وتبعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات، إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات من حسابه الخاص لشخص آخر وأخذ أجرة على هذا العمل، فما حكم تلك الأجرة وهل تعتبر من الربا؟ ما هي بأجرة، هذا ربا، هذا قرض دفع نيابة عنه، دفع ما يلزمه نيابة عنه واسترده بزيادة، هذا ربا صريح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من متر. الأجرة لو أخذت الفلوس منه، لو أخذت الفلوس منه ورحت به ودفعتها وأخذت الإيصال عليها فلوسه هو، أما أنك تدفع من مالك وتأخذ زيادة هذا ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من مترين وفيها أكثر من 2000 خرزة، وتدعي أنها تقوم بالتسبيح بها لرغبتها في الإكثار من التسبيح، فهل فعلها صحيح؟ هذا فعل الصوفية، هذه شعار الصوفية، مسابح الصوفية، انصحها عن هذا العمل، أقول سبحي بالأصابع، عدي التسبيح بأصابعك، هذا الذي ينبغي لك، ولا تتشبهي بالصوفية هذه المسابح الغليظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تقول: إن هناك إعلان في الصحف عن أنه سيحصل كسوف للقمر في هذه الليلة في آخر الليل، يقولون: هل نصليها وهل نستيقظ وننتظر هذا الكسوف؟ إذا رأيتم بأعينكم الكسوف فصلوا، أما أن تعتمدوا على الصحف قبل أن تروه لا، ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، إذا رأيتم، فعلق الأمر بالصلاة على رؤية الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، اللهم أنك تحرى وتجلس بهواك، هذا راجع لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى أداء العمرة وبعد أن دخل في النسك وغادر الميقات، خرج من عمرته وخلع ملابسه. خرج إيه؟ يقول: خرج من عمرته وخلع ملابسه وترك الذهاب إلى مكة بدون عذر، فما حكم فعله؟ إذا كان بدون عذر فيلزمه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يمضي في عمرته حتى يكملها. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وقال: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، فدل على أن الإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة صار فرضا عليه إكماله وإتمامه، ولا يجوز له أن يخرج منه إلا إذا كان شرط عند الإحرام، فإن حبسني حابس
فمحلي حيث حبستني، وأصابه حابس صحيح فله ما شرط. أما أنه يصير بواه ويخلع الإحرام بس ويروح، هذا ما يجوز. نعم، أنزه الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.